يا وليدات اليوم لو 30 ديسمبر 2020 العائله ديالنا غتمشي دير تعارف مع العائله اللي غادي تكون عندهم البنيته اللي غادي تطلب يدها بابا علي خويا علي سيدي علي. واش غنبكي في هذا البلوك ما غنبكيش ما عرفتش واش غندير خويا علي صافا سباسي عفاس ان شاء الله الله يستر الله يكمل بخير بونجور هذه اختي مريم شي كلمه بالمناسبه المشاعر ديالنا شويه مخلطه والاحساسات مازال ما مفهومينش بزاف ولكن ان شاء الله كل شيء يدوز بخير والله يكمل على خويا وتنموت عليك هاي الحاجه امي كبيده ديالي اللور ماما اش بان لك في هذه الاوكازيون واش غنقول لك هذه الاوكازيون ما عندها ثمن يا وليدي علاش غالية بزاف هاد لوكازيون شحال كاع شحال كاع غالية ما عندها ثمن ما نقدرش نقول لك لان شي حاجة اللي كنا كنتسناو شحال هاد كل حاجة كتجيب اجالها والله يكمل عليكم قلتها لي اسمع هادي لك شحال هادي وحنا كنتسناو او دابا غنمشيو نديرو الطاقة طاطاطاق 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 طالبين ضيف الله عطيونا يد بنتكم خوش يا ماري هذا باتشيلو ماري شو تقول لهم الحاجة اللي غنمشيو على الناس شو غادي نقول لهم طالبين راغبين الله الله طالبين راغبين وليدات دابا ضربنا 4 سوايع باش نوصلوا لفاسيا علي غادي يتعرف ان شاء الله مع الناس اللي غياخذ باذن الله خصنا نسولوا هذا السؤال اللي هو مهم واش سور صافي زعما والو لا صافي سور نقدروا نديروا عادي راه هانيه بصح حنا ملي كنزيدوا صافي ما كنرجعوش غادي يمشي ان شاء الله يدير التعارف تعرف باش ان شاء الله الزواج وداك الشيء ندعيو مع دائما الله يسهل عليه في رزيه يا ربي امين الصحه والكفاف والعافيه اي ستريسي دابا انت جوجتي العالم كامل صافي كوا دابا انت تجوج هذيك هي المشكل دابا هذيك هي قصه بوحده ياك دابا بقاو حنا في التعارف ديالنا قصه بوحده خلينا في التعارف الله يسهل اش تلبس اليوم خلي وليدات يختاروا يا راه اش بان لكم وليدات انا نختار لك اخويا هادي الصراحه صافي مشات فهمتي هذا زوين واعر مي هادي وي اوكي سير مشات الصبيعه ترونكيل انا مازال ما متيق اخويا علي غادي يدير التعارف استاذ مورا تعرف واش كيجي هشام مورا هشام اش كيجي خطبه مورا خطبه اش كتجي ضريب صداق مورا ضريب صداق اش كيجي تخلعكم ديك الساعه جوج ديال الحويجات باش نمشي عندهم ونقولوا لهم حنايا طالبين راغبين بنتكم بغينا يد بنتكم جينا حتى الفاس بغينا يد بنتكم حنايا جايين باش ناخذوا يد بنتكم تيلي لا يلي بري يلي شو يلي اون فورم ما شاء الله دا كيطلع معاك ستري شويه ولا ودا ما قدير فيها بادي تقول لي ما كاينش شي ستريس اخويا راه مشي نسلموا على الناس سلام لاباس بخير راغبين طالبين صافي سالينا فهمتي سالينا نبسط قشرات يا اونيفا قولوا لي ما نحشمش بكم ندخل عند الناس ما نحشمش بخويا حتى هو دخلوا بلاك اند بلاك السلام عليكم لالا وي طالبين راغبين يد بنتكم وي لالا طالبين راغبين يد بنتكم السلام عليكم بحال طالبين راغبين يد بنتكم ان شاء الله ها الفيرست ميتينغ ما بين لي فامي با ايطلقوا انا مشتاق نقدم لكم البنيته زوينه معنا اللي كنعرفها شويه صراحه طالبين وراغبين يد بنتكم يد بنتكم دابا هادشي اللي غنديرو دابا اش كيتسمى التعارف العائله ديالنا غتمشي تتعرف على العائله ديالهم انت تعرفتي على البنت ولا يلاه ولا كتعرفها في فيسبوك وانستغرام لا ما عرفتهاش في فيسبوك وانستغرام لا يا بنت بصح انا عرفتها في خدمتي كنت خدام واحد النهار بان لي الزين ندخل انا باش من بعد دزنا داكشي ديال الانستا والفيس وداكشي فهمتي بلينا كان دابا كتموت على انت كتموت على انا كتستاي صافي ديسيدي انا نشوف ديش مشكل نقول لك انا كنحب فهمتي انا كنحب قول لي دابا سير صافي شوف كيفاش دومي تور انا ملي كنعفط كنعفط عفطه واحده شيتي دابا راه فراسك دابا صافي دابا مشيت افي الى الابد بروشان فيتور ماري ان شاء الله نزوجهم غادي نتزوجوا غادي نتزوجوا ندخلوا الوقت هو الاولاني دابا سير انت هو قدام جبتي شي حاجه للمدام مبروك باش تحكي تاسو علي الله يكمل بخير ونعطاها ان شاء الله ان شاء الله فوالا والحيحه كل هي هز الوقت
يلا دابا انت عريس ولا اورغانيزاتور؟ زيد بجوج بجوج. طالبين راغبين. علي بعلي علي بعلي. بدات تصفاصكم صافي تقدمات تعارف السلام عليكم مساليك فاينلي انا شبيك السلام عليكم لاباس 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 السلام عليكم وي صافي نورمال حبينا كان قلت لك حبينا قبل ما تجي لا لا خدك صافي انا سي كوم ساك ساس باس الفامي ديالي جالسه هنا نتعرفوا على الناس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خير الانبياء والمرسلين. هذا نهار كبير لعائله بجوج لان اغلى امنيه هو الانسان يوصل باش يزوج الولد ديالو. أكبر ما يتمنى الإنسان هو يشوف ولده مزوج ويشوف ولاد ولاده. فهذا نهار كبير نهار سعيد. جينا في هاد الظروف ديال الجائحة باش نلبيو الرغبة ديال ولدنا ونطلبوا اليد البنت ديالنا الثانية مريم بن عبد الإله بن عبد السلام الولد ديالنا علي بن عبد الواحد بن رحال بن محمد بن علي. فاحنا قالبين ندخلوا عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر ونتمنوا لهم التوفيق والنجاح في الحياة ديالهم وما يزيدنا احنا هذا إلا فخر لأن علي الحمد لله بنات الناس موجودين ولكن كانت الرغبة دياله هو يلقى عائلة اللي توازي العائلة ديالنا من ناحية الأخلاقية من ناحية المبادئ مبادئ ديال الإسلام مبادئ ديال الوطنية مبادئ ديال التعايش مبادئ ديال الرحمة ديال المغفرة بعيد عن الأبهات وبعيد عن الماديات اللي كتبقى ضرورية في الحياة ولكن المهم هو الأولاد ديالنا يمشيوا في واحد الطريق اللي هو طريق صحيح ويكمل عليهم الله بخير وعلى خير. وهذا هو اللي كنتمناو لهم باش هاد المعرفة إن شاء الله تكون معرفة ديال الخير والعقوبة للوليدات اللي باقين والله يدخلنا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطول العمر والله يكمل عليهم بخير في الدنيا. آمين يا رب. برافو بحاج برافو. بيناتنا عند الناس اللي احنا ما عرفش نقولوا جينا عند العائلة باش نطلبوا بنت بنتهم بنتهم اللي سميتها مريم واللي معنا قدمها لي بنتو تفيد. اي سالي 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 معكم لو بروشان كوب ان شاء الله اللي غادي يكون كوبل كنهضر شويه بشويه حيت لا فامي وداك الشيء كتعرفوا في الاول كيكون الحشمه وداك الشيء لا لي زامور الو شنو هذا فيك وتعرف لي فامي كنتو كتعرفوا من لا ولا يلا لا هنا تلاقينا بليزات. انا فرحان بزاف ان شاء الله غادي نعيشوا دي مومون اكسترا اوردينير وغادي سيليبريو هادشي كومي سو دو بوندا جاني 2021 و 2022 اي تو لي جور واحد غسونتي من مولاي فين جينا انا باش نمشي نخطب لخوتي وانت دابا مولاي نمشي نخطب فهمتي اول مره هادي اللي كنقول عليها اخويا جاي باغي نخوي نفيك بنتكم دعوا لي مع هاد الوليدات زوينين معايا خواتات ميمو بنيتها اللي جينا راغبين طالبين يدها حنا من الوليدات Always finish with sweet.
petit truc, allez, allez, allez. Il est venu, messieurs, dames, visiter mon poulailler. Il est venu, messieurs, dames, une poulette qui m'a volé. Et je sais que la vie m'a كلشي لازم ديالك واه لا سويت دي زيفينمون لي جاي ان شاء الله و علينا نشاط ميم مراشطين لي دو فامي فرحانين سو بليز امبورطون لا وليدات كلينا مزيان ترى فريمون كلينا مزيان كيما طحن شوفوا تضحك